انا حاسه ان انت بتفكري في حاجه، ايه اللي شاغل بالك؟ البشر. البشر كلهم مره واحده؟ كل واحد عايز ياخد كل حاجه وغيره ما ياخدش اي حاجه. الناس دلوقتي بقت تدفع ملايين عشان تروح تسكن بعيد عن بعض. زمان بقى الباب لما كان بيخبط كان الواحد بيفتح على طول من غير ما يقول مين. كان في امان، كانت الناس بتحب بعض. طب ايه العمل؟ كل واحد يعيش لوحده؟ هي دي تبقى عيشه؟ المهم قولي لي بقى اخبارك انت ايه مع منير؟ عادي. عادي ازاي يعني؟ انا خايفه قوي يا مدام اسرار. خايفه ليه؟ الحقيقه ان انا ببقى عايزه اقرب منه، بس كل ما بقرب منه كل ما بتلعب. ازاي يعني؟ انا ماليش في الدنيا غير خال واحد وعايش بره مصر، يعني اكيد منير هيجي في يوم من الايام يغير رايه فيا ويسيبني، يقول دي بنت عايشه لوحدها لا ليها اهل ولا حد. وهو انت اللي اخترتي حياتك ولا ده واقع اتفرض عليكي؟ اكيد اكيد، يعني مفيش حد بيختار حياته، اكيد مفيش حد بيختار على الاقل انه يفارق اهله. لازم يبقى عندك ثقه في نفسك، واللي يختارك لازم يعرف انه بيختار حد مميز مش اي حد. لا لا لا، ما احبش كده، ما احبكيش تكوني ضعيفه كده. لونا اضحكي عشان خاطري. انت عارفه انا نفسي في ايه دلوقتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ نفسك في حضنك. تعالي. بس 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 ما تعيطيش بس حبيبتي بس. يا سلام على الاغاني الرومانسيه. قولي لي يا حبيبتي مبسوطه؟ مبسوطه بس انا سعيده جدا. لو اي حاجه ناقصاكي قولي لي وانا انفذ على طول. مامي. ايه يا رحمه؟ انا بحبك قوي يا حبيبي قلبي، وانا بموت فيكي يا حبيبتي. انتي بنتي وحبيبتي وصديقتي وكل حاجه ليا في الدنيا يا رحمه. من زمان كان نفسي تسيبي في حضنك جد ما اطمن لها. كان نفسي تسيبي في حضنك واعيط. لونا انت بتحبيني بجد؟ أوي والله. طب انت عارفه انا ساعات بحس ان ربنا بيعوضني بيكي عن كل حاجه وحشه شفتها في حياتي. طيب تسمحي لي اتدخل في خصوصياتك واقول لك كل سنه وانت طيبه يا ماما. انا كنت ناسيه يا حبيبتي. وانت طيبه يا Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to you. أنا حالتي النفسية زي الزفت. لا مش لاقي حد يكلمني، وأنت ما تعرفش تاخد قرار لوحدك. خلاص كلمة واحدة بقى مع السلامة. بقولك ايه، اي حد يدخلي النهارده ممنوع، مش عايزه اتكلم مع حد، مش عايزه اشوف حد. في حد منتظر حضرتك من بدري جدا في المكتب. حد مين ده؟ معرفش، هو دخل على طول. اوف. شيري يا حبيبتي، تتصوري انك وحشتيني قوي قوي من امبارح للنهارده. اخرجي انت. حاضر يا فندم. انت ايه اللي جابك من غير ما تقول؟ انا طيرتي الساعه 2 النهارده، وفي موضوع كنت عاوز اخلصه قبل ما اسافر. انت عارف كويس ان انا سبت الشغل مع عوني من زمان، ولولا ان انت صديق عزيز عليا انا ما كنتش جيت قابلتك امبارح. بصي يا شيري، انا فاهم كل حاجه، ولو انا شايف ان محمود او شاكر ينفعوا يكونوا بديل لعوني انا ما كنتش جيت لك ولا اتكلمت معاكي من اصله. هو كان في خطأ في الاختيار من الاول، وللاسف الاختيار ده والخطأ ده استمر، لكن بعد كده اكتشفنا ان عوني ما هوش الشخص المناسب لينا هنا في مصر، المفروض تكوني انت. انت في الحقيقه طلعتي اذكى مننا، وكان ليكي نظره اوسع،
وقلتي إن كفة عوني مش ربحانة، لكن إحنا بقى رهنا عليه وخسرنا الرهان. صحيح إحنا كسبنا كتير قوي من وراه، لكن الخسارة اللي جاية هتكون أكبر بكتير من المكسب اللي اتحقق قبل كده. تقصد إيه؟ احنا عايزينك انت تكوني الوكيل بتاعنا هنا في مصر. شوفي يا شيري، لو كان محمود او شاكر ينفعوا كانوا قدروا ينصحوا عوني ان هو ينتبه لنفسه اكتر من كده، لكن الاتنين دول بقى عارفاهم كويس، مادين قوي وبيحبوا الفلوس، انما الشركه واستثماراتها ونموها دي حاجة هم ما يقدروش عليها. بس انت عارف ان انا سبت عوني من زمان. ايه يا شيري يا حبيبتي؟ انت عارفة كويس قوي ان الشغل عندنا بيكسب اكتر بكتير من الشغل اللي انت بتعمليه ده. الشركة عندنا فيها ادوية كتيرة قوي الصلاحية بتاعتها قربت انها تنتهي. عاوزينك انت اللي تقومي بالدور ده، انت اللي توزعيها. ايه؟ أنا شايف عينيكي خوف وقلق. أنا مش هقدر يا أنطوان، مش هقدر، أنا العين بقت عليا اليومين دول. حد قال لك دلوقتي يا حبيبتي؟ بعدين لما الأمور تهدى خالص يبقى اعملي اللي أنت عاوزاه. وعلى فكرة ده قرار، وأنت عارفة كويس قوي إحنا بنحب ونقدر الناس اللي بتشتغل معانا كويس قوي وما نحبش نخسرهم. ولو قلت لك إني مش هقدر؟ ليه يا شيري كده؟ ليه عايزه ترجعي ريفرس لسنين طويله قوي ورا؟ هتخلينا مع بعض احسن ونشتغل مع بعض. انت اكتر واحده اشتغلتي معانا وفاهمه وعارفه كويس قوي ان احنا ما ينفعش حد يسيبنا. تاخدي اجازه تريحي شويه وماله، انما وقت ما نعوزك لازم تبقي معانا وتحت امرنا وتنفذي كل اوامرنا. شيري يا حبيبتي عقلي كده. أرفار يا حبيبتي. متشكرة أوي يا دكتور إنك وافقت إن أنا أحضر معاك. أنت زميلة عزيزة علينا يا دكتورة. شكرا ليك، مع السلامة. بمنتهى الصراحة يا فندم، أنا مش فاهم لغاية دلوقتي حضرتك عايزني في إيه بالظبط؟ وماله؟ يقول السؤال مرة تانية، حضرتك شريك عوني في الشركة؟ هو في أي قانون يمنع إن أي حد يعمل بيزنس مع أي حد تاني؟ ماله؟ مفيش أي قانون إطلاقاً. بس الحقيقة أنا مستغرب، إزاي حضرتك كنت دراع سامح اليمين واخد مكتبه وبتشتغل فيه وفي نفس الوقت شريك خصومه؟ والله حضرتك بتسألني سؤال شخصي جدا، بس يعني اللي حضرتك ممكن تكون شايفه انه بني ادم منحرف مجرم كمان، انا ممكن اكون شايفه بالعكس تماما، وما اعتقدش ان حضرتك تقدر تفرض رايك عليا. تفتكر مين اللي يكون قتل عمي؟ صراحه ما عنديش اي فكره. انت اخر مره شفته فيها امتى؟ من يومين تقريبا. كانت حالته ايه؟ كان عصبي جدا طبعا، حضرتك عارف السبب اللي مر بيه في حياته. حضرتك شايف ان في علاقه بين قتل عوني وقتل مصطفى؟ ممكن جدا.
مش حاجة اسمها ممكن. أنا بسأل سؤال محدد وعايز إجابة محددة. أنت شايف إيه؟ والله يا فندم، بصفتي راجل قانون ومر عليا حوادث زي دي كتيرة قوي، بقول إنه ممكن، ليه لا؟ كويس، يعني أنت معايا أهو، معايا إن اللي قتل مصطفى هو اللي قتل عون. ممكن كمان هو اللي يكون قتل كاميليا. بس أنا الحقيقة يعني محتار، نفسي أعرف مين اللي مصلحة إنه يقتل مصطفى وعاوني. كلنا يا فندم، كلنا. حضرتك من غير لف ولا دوران يا جلال بيه، أنا عارف إن حضرتك بتشك في كل واحد فينا أو أي حد له علاقة بالشركة دي، سواء كان أنا أو محمود أو شيري أو هالة. لكن لا أقدر أأكده لحضرتك إن ما حدش فينا كان له أي علاقة بقتل مصطفى أو عوني أو هالة. أقصد أقول كاميليا. حضرتك قلت لي إن أنت قابلت عوني من يومين، مش كده؟ حصل. كنت لوحدك ولا معاك حد؟ لا، كان معايا محمود وشيري. شيري؟ هي شيري مش حسب معلوماتي يعني إنها سابت الشركة وملهاش علاقة بيها؟ أيوة ده صحيح، بس يعني هما كانوا قاعدين مع بعض علشان بيتناقشوا في مواضيع شغل كده. وشيري علاقتها إيه بالموضوع ده بقى؟ حضرتك عارف إن شيري زميلة قديمة قوي، وإن رأيها يهمنا جدا جدا. فهمت. صباح الخير. صباح الخير. ها، ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه اخبار تقرير الطب الشرعي؟ لسه ما طلعش. انا متاكده ان تقرير الطب الشرعي هيأكد ان يوسف مات مقتول، وان راح ضحيه العيال الزباله دي. ما تنسيش يا اسرار ان يوسف ده كان شغال معاهم، يعني عارف عنهم كل حاجه. لا، يوسف ده كان بيشتغل في الاداره، يعني كان صورة كده بارفان يعني اللي بيعملوه. دي عرفتي منين؟ رجاء حكيت لي على كل حاجة. مش يمكن رجاء دي تكون كدابة؟ أنا شايف إنك متحاملة عليهم شوية، يمكن عشان القضية اللي كان رافعها عليهم الأستاذ سامح. أنا عايز أعرف إيه هو العدل؟ العدل إن الناس زي دي تعيش، والناس المحترمة بجد هي اللي تموت وتروح في الرجلين. في حاجة غلط، أكيد في حاجة غلط. بس القاضي ملوش غير الأدلة وبراهين يا أسرار. أنهي أدلة وأنهي براهين؟ أنا متأكدة إن جوزي وبنتي ماتوا في حادث مدبر. يا عمر، خرجت؟ أنا كنت أتوقع إنها تخرج ما دام مفيش دليل. طبعا شاكر ورا كل ده. ماشي ماشي. لا لا لا، خلاص انا هتصرف. سلام. نورت يا باشا، اتفضل. ربنا يخليك يا باشا. ايه شكلك مش مبسوط يعني؟ عايز فنجان قهوه دبل وبسرعه عشان دماغي هتنفجر. سمعت الباشا قال ايه؟ بسرعة. تمام يا فندم. ايه خير؟ ايه اللي قالب دماغك كده؟ هيكون ايه يعني غير القضية الزفت اللي انا ماسكها دي؟ المهم، جبت الملف؟ طبعا. ده يا سيدي الملف بتاع الباشا كله. اتفضل. شكرا. طب بقول لك، انت وصلت لايه كده يعني؟ استقال. القضية خرج منها ببساطة لأن التسجيلات ما كانش فيها أي شيء يدينه، لأن الباشا ما وصلش في الميعاد اللي كان متفقين عليه، والحوار اللي كان داير كله كان ما بين الراشي وأمين السر اللي في المحكمة.
تقدر تقول ان استقالته دي جت نتيجه انهم ما كانوش بيسندوا له اي مهام في الوزاره، وكانوا كمان بيفكروا انهم يبعتوه لاي منطقه نائيه، وهو حس بكده وفهم ان الوزاره عايزاه يستقيل. تراب؟ اكيد طبعا، بس ما فيش اي حاجه تدينه. طب وشركه الامن بتاعته؟ الشركه دي عملها بعد ما استقال بشويه، بس جاب الفلوس منين وازاي ما عندناش اي معلومات. جاب الفلوس منين وازاي؟ وكان متجوز؟ كان متجوز وما عندوش ولاد. ليه طلق؟ يعني هي اساسا ما كانتش مصريه، تقدر تقول جوازه مصلحه كده يعني، قعدت معاه شويه وبعد كده سابها. هي دي المعلومات اللي عندنا. محمود باشا. اتاخرت. طب يا باشا احنا متشكرين قوي. على فين؟ دي القهوه جايه. لا مفيش وقت، يا دوبك مره تانيه. برضه كده؟ ربنا يخليك. نورت يا باشا. تعبتك معلش. مع الف سلامه. مع السلامه يا باشا. العدل أساس الملك. العدل مش مجرد قوانين وورق، لا، العدل وحي من الضمير. هتسيبيني واقف على الباب كده؟ لا ابدا، اتفضل. الظاهر ان انا جيت في وقت غير مناسب، تحبي امشي دلوقتي واجي لك بعدين؟ لا اطلاقا اطلاقا، اتفضل. اتفضلي. اكيد في حاجة مهمة جابتك. انا زعلان منك. ليه؟ يعني مش لو كنت ناوية تطلعي جثة يوسف كنت على الأقل تقولي لي. مش أنا اللي عملت كده، مراته وابنه هما اللي طلبوا ده. أنت كنت معاهم النهارده صح؟ الله، أنت بتراقبني بقى. مش حكاية براقبك، الحكاية إن أمرك يهمني وإن العلاقة اللي بينا وبين بعض أكبر بكتير جدا من مجرد معرفة. أنا ما بقيتش في حماك أبدا. قولي لي، أنت بتاخدي الدواء بتاعك بانتظام؟ إيه بقى اللي جاب الدواء بتاعي للي أنت بتقوله ده؟ يعني أنا شايف إنك تعبانة شوية ومش مستريحة، على العموم أنا هسيبك وهرجع لك بعدين. شاكر، أنت متضايق إن منير طلب يعيد تشريح قصة أبوه تاني؟ إيه اللي بيخليكي تقولي الكلام ده؟ كلامك بيقول كده. يعني كل ده علشان انا مهتم بيكي وامرك يهمني؟ انت بقيت انسان غامض جدا، رحت شاركت ناس انت عارف كويس قوي ان انا اتهمتهم ان هم سبب في موت جوزي وبنتي، وجاي بعد كل ده تقول لي انك خايف عليا. طب اصدقك ازاي؟ شوفي يا اسرار، انا عمري في حياتي كنت بني آدم وحش، وطول عمري في تعاملي معاكي ضميري مستريح، وعمري عمري أبدا في حياتي ما هفكر إني أذيكي أبدا. على العموم لما تستريحي وتحسي إنك بقيتي أحسن أرجوكي اتصلي بيا، في كلام كتير قوي لازم نقعد نتكلم فيه مع بعض. على إذنك.
انا مش فاهم موضوع تقفل التليفونات دي انت وسي محمود. دوقته دلوقتي؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ في بلاوي متلتله هتقع فوق دماغنا. حد تاني مات؟ لا، بس عايزين يعيدوا تشريح جثه يوسف. طب واحنا مالنا؟ ما يعيدوها. احنا مالنا ازاي؟ ما هو معنى انهم يعيدوا تشريح الجثه لو اكتشفوا انه مات مقتول، رجاء مش هتسكت، هتطلب فتح ملف القضيه مره تانيه. لو اكتشفوا في اي حاجه في الموضوع هتبقى مصيبه سودة فوق دماغنا، انت فاهمه؟ واحنا مالنا؟ يوسف ده مات مقتول، مات موتة ربنا، مات في السجن، دي حاجه ما تخصناش ولا فيها حاجه تمسنا. شيري. اه احنا مالناش دعوه، ومفيش اي حاجه تمسنا في الموضوع ده. بقول لك ايه، يوسف ده واحد كان مرمي في السجن مع قتلة ومجرمين وناس يولد 60 كلب، يروحوا يدوروا يشوفوه عمل ايه ولا اتقتل ازاي، دي حاجه ما تخصناش. انتوا بالطريقه دي اللي هتودونا في داهيه. خير؟ أكيد عايزني في حاجة مهمة. قريت تقرير الطب الشرعي بتاع قتل عوني؟ قريته. التقرير بيقول إن هما لقوا علبة حبوب منومة في المكتب، وإنه أخد حباية ونام. يعني اللي قتل عوني كان متأكد 100% إنه مش هيلاقي أي مقاومة. سكينة ومخدرات وغير كده وكده. إن اللي دخل ده عارف كويس قوي هو داخل فين وهيخرج إزاي. ده كلام مظبوط ويحترم. يلا بينا. على فين؟ بعدين هتعرف. يلا يلا يلا. عايزين نفكر بالمنطق شوية. والله أنا قلت لك إحنا هنتعب في القضية دي، هنتعب في القضية دي. اشرب إيه؟ أي حاجة. قهوة. في قهوة مظبوط. تفتكر اللي دخل شركة عوني وقتله دخل ازاي؟ انت شفت يعني مدار الشركة دي صعب اي حد يتسلق، الا اذا كان خارق يعني ولا سوبرمان. حتى لو كان سوبرمان يعني اكيد حد هيحس بيه وهو داخل. يعني اللي دخل شركة عوني ده دخل بشكل شرعي جدا، زي اللي دخل بلد اسرار قبل كده وحط جثة مصطفى. جايز. اللي دخل شركة عوني ده كان عارف كويس قوي ان ما حدش هيقول له انت رايح فين وجاي منين، وعارف كويس قوي اماكن الحراسه اللي موجوده في الشركه. ده مش بعيد كمان يكون هو اللي حاطط الحراسه دي. تقصد محمود يعني؟ ده مجرد تخمين. محمود لو دخل الشركه كل الناس هتعرفه، مش هو مدير امن الشركه؟ يعني هو اللي مشغل العيال دي كلها. مظبوط. وعشان كده العيال دي كلها مفيش حد فيهم فتح بق، رجالته بقى. الو شيري، انت فين يا جلال؟ ما بتردش عليا ليه؟ والله العظيم مشغول. وهو ده مبرر يعني؟ معلش انا اسف، انا عارف ان انا مقصر. طب هشوفك امتى؟ شوفي اي وقت، الوقت اللي انت عايزاه. احب دلوقتي حالا، ومش هقبل اي اعذار. النهارده اوكي، انا موافق، يا ريت يكون امبارح كمان. تحت امرك. اوكي يا حبيبي، هستني. باي باي. افتكرت في ايه تاني؟ بكلم اسرار. ايه؟ كلمتها كذا مره النهارده ما بتردش، عايز اطمن عليها. مش عارف ايه حكايتها دي، برضه ما بتردش. ها كنا بنقول ايه بقى احنا؟ سيادتك كنت بتشك في محمود، وانا بصراحه مش معاك خالص في اللي انت بتقوله ده. محمود ده بقى يا سيدي هو اللي عارف كل مداخل ومخارج الشركه. العيال بتقول اسرار. ايه اسرار؟ ايه مالك فيه ايه؟ ايه؟ طب انا جاي لك حالا. جاي لك حالا. مع السلامه. ايه؟ بعدين هتعرف. يلا بس بينا. يلا يلا. يلا.
أسرار. أسرار. كلمة يا سعاد بسرعة بسرعة. أسرار. أسرار رد علي. محمود أنت فين؟ أنا هطق. لا عدي عليا دلوقتي، أنا زهقانة أوي، عاوزة أخرج، عايزة أقعد أتكلم معاك. هو في إيه بس ما يخليش الواحد عصبي وهيتجنن اليومين دول؟ طب يلا، تعالى مستنياك على طول. يا ترى في إيه في دماغك يا جلال؟ روح شوف الهبابة دي عايزة ايه. اهدى يا شاكر بيه، عشان كده باين عليك قوي. معقولة؟ معقولة يا محمود بعد كل اللي عملناه ده نطلع من المولد بلا حمص وست شيري تاخد كل حاجة؟ انا بفكر اكلم انطوان في الموضوع ده. اوعى اوعى يا محمود تعمل كده ابدا. نفسي خلاص قررت مين اللي هيجي بدل عوني. واحنا هنسكت؟ طبعا لا. طيب انا هروح اشوف شيري واكيد هنلاقي لها حل. شيري؟ واضح انك ما تعرفهاش كويس. شيري دي من انبه واذكى واخبس الناس اللي موجودين في الدنيا، ولا يمكن لا يمكن ابدا تسيب اليغبه دي وتمشي كده. طيب انا برضو هروح اقابلها واشوف يمكن هي تقول حاجه تريحها تريحنا. تفتكر لو قلت لها إن هي يعني تبقى له وجهة وإحنا اللي ندير الموضوع من ورا الستارة ينفع؟ أنت لسه قايل إن شيري ذكية ونبية وخبيثة. ما أعتقدش إنها ممكن توافق تبقى بديل لعوني أو يوسف. شيري دي زي التعبان، لو حست بالخطر هتسمنا وتسم أبوها كمان. خلاص يبقى نخلص من سم التعبان ده. أنا خلاص تعبت، عمري ما كنت بحس بالخوف، عمري ما كنت بحس بالضعف، أنا خلاص مش قادر أستحمل. طب خلاص اهدي دلوقتي خالص ونامي وبكره نتكلم. مش عايز اتكلم مع حد، مش عايز اشوف حد، انا عايز ابعد عن كل الناس، مش عايز اشوف حد يا جلال. تعبت. غلط يا اسرار، غلط كده هيبقى نجحوا. كل الناس اللي انت فتحت ملفاتهم القديمه وعارفين انك على حق هيبقوا نجحوا ان هم يخلوك رئاسي وتبعدي عن القضيه. لازم تكملي اللي بداتيه. أول مرة أشوفك بتتكلم بالطريقة دي. يا أسرار أنا مؤمن بقضيتك جدا وعارف إنك على حق. لازم تكملي والعدالة اللي أنت عايزاها وبتحلمي بيها هتتحقق وكل واحد هياخد جزاءه. حاولي تهدي شوية دلوقتي وتفتكري إيه اللي حصل بالظبط. أنا كنت قاعدة بقرا في الأوراق، سهرت كتير، تعبت، حسيت ان انا عايزه انام. طلعت نمت، كانت حوالي الساعة 2:30 كده. وبعدين صحيت، حسيت ان انا عايزه اشرب حاجة، كان ضغطي واطي قوي.